بعد غياب لسبع سنوات يحتضن قصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة الجزائرية فعاليات مهرجان الجزائر الدولي للضحك بمشاركة فنانين جزائريين وأجانب. جد سعيدة بهذا المهرجان بعد غياب تاع خمس سنوات ودوكا راهو عاود ولا، هذا شيء مليح وحاجة مليحة، صافي بليزير فريمون بليزير، يعني هذا تشوف عباد كيما هكذايا يجوا يتفرجوا. رانا فرحانين وفي الموعد، الجيري طول علينا سنيناه الحمد لله، هذه الخطره عاودوا ولا وافيك ان بلاطو تري ريش، ان شاء الله التعاود ديتو باسكو سي عفسه ان تروك فاميليال، عفسه تاع عائله، عفسه عائليه ونضحكوا ايتو. العروض الفنية تم تقديمها بمختلف اللهجات التي يتحدث بها سكان منطقة المغرب العربي لكي يفهمها كل الحضور. أنا ما عنديش مشكل فين ما نخدم الناس يفهموني، بالك واحد ولا زوج ما يفهمش اون فراز ولا واحد المصطلح ما يفهموش ولا، مي سي با ميشون، مي الاغلبيه يعني 99% يفهموا كل شيء. واش نقول هو الكلام تاع الدول العربي كل مش كيف كيف، معناتها باش تتعلم صعيب شويه، اما الناس يفهموا كي تحط القلب في 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 المسرحيه الناس يفهموا. في المقابل يرى نقاد ان التراث المغاربي ثري جدا ووجب على الفنانين تطويع النصوص واللهجات حتى تصل الى الجمهور العريض في الوطن العربي. الكوميديا المغاربيه في تحدي كبير من اجل توحيد سياق لغوي قادر على تحديد هويتها إلى خارج الجغرافيا المغربية بصفة عامة، للانفتاح على الوطن العربي والانفتاح على لهجات بطريقة معايشة للواقع لا ارتجالية وتكون فيها نصوص بعيدا عن النكت. ويطمح القائمون على مهرجان الضحك لتوفير التمويلات اللازمة في الطبعات المقبلة من أجل توسيع قائمة الفنانين العرب. يعود إذن مهرجان الجزائر الدولي للضحك بعد غياب دام سبع سنوات بعروض مغاربية تنقل الواقع المعاش بطابع هزلي نال إعجاب الجمهور الحاضر هنا، وسط محاولات لنقل الكوميديا المغاربية إلى باقي الوطن العربي وتجاوز حاجز اللهجات العامية الصعبة الفهم. محمد برغلة، الحرة، الجزائر.